هلا والله يا شباب، ورجعنا لكم بحلقة جديدة وبسكرب جديد اللي هو سكرب الترجمة، يعني ولا بالأحلام. اعذرونا على السحب اللي صارت، لأن والله كنت أشتغل على شغلات حلوة، وهذه من ضمن الشغلات الحلوة اللي جاي أشتغل عليها. نفس ما تلاحظون ترجمة بشكل خرافي، نفس ما تلاحظون حاليا عندك تدخل سريع، ضربة أرضية، يعني ترجمة ولا بالأحلام. بلا صيح ارجوك. بالمختصر، أو حتى الأزرار، إذا تلاحظون هسه إذا آخذ فاكهة عندك أكل، إسقاط، تخزين، لا داعي لذلك، تمام. وأيضا ترجمة الخيارات إن شاء الله. للمعلومية يا شباب، السكريبت بالوقت الحالي مو كامل، يعني أكو أجزاء يعني ما كاملة. وإذا تلاحظون عندك اللي تحفظ عند الموقع أو الجزيرة وسبون مالتك أيضا مترجم، مكتوب متفوقات أعتقد، بعدين بعدل عليها. تحديد نقطة المنزل تنطق قبول، تمام، فيحفظ. عندك أيضا المهام، هاي بعدني ما مترجمها يعني، بس اللي عندك اللي هو المهم، إذا تلاحظون على اليسار عندك المهمة مكتوب نلغي، تمام. عندك القائمة هنا، ايش عندك؟ عندك المخزن أو الجنطة أو ايش يسموها، ما أدري بعد يمكم. عندك الفاكهة مترجمة، عندي هذني أقدر أترجم العناصر وهم يعني اللي تحصلها، تمام. عندك الإحصائيات، نفس ما تلاحظ الإحصائيات يعني مترجمة بالكامل. قتال، قريب، دفاع، سيف، تمام. بندقية، فاكهة، بلوكس، فوت، فاكهة، بلوكس، أوكي، تمام. فالإحصائيات كاملة يا شباب. وأي شي شباب تشوفون إنه أكو خطأ بالترجمة، واصلون على اليوزر مالته، حيطلع لكم على الشاشة أو على قناة، العفو، أو على سيرفر بالديسكورد. يا شباب الوقت متأخر، الساعة بالأربعة حاليا وجاي أصور. والله تعبوني من السكروت، كل ساعة تطلع علي شغلة عوجة بي الزبدة نفس. وأيضا أدي ترجمة القوارب همين، سدا نجي بس ما تلاحظون اشتريت قارب، يعني حبيب والله. بعد ايش عندنا؟ وأهم شي شباب اللي إذا تلاحظون ترجمة خرافية، بس أنا صوت اللعبة، نفس ما قلت لكم الترجمة خرافية، ونفس ما تلاحظون يعني أبد ما تنشال. عندك فوق الخوادم أيضا ترجمة انضمام، ويا شباب إن شاء الله قريبا بترجم كل شيء. ومو بس هذا السكرب جاي أشتغل عليه، وإن شاء الله قريبا هم راح تحصلون سكربتات ثانية أشتغل عليها. ما تلاحظون عندكم المشي على الجهة اليسار والاندفاع ايضا مترجمات، يعني والترجمة اني الترجمة خرافية. اوكي، عندك ايضا اللي هم هذول الشخصيات الغير لاعبة ايضا هم من ترجمة اساميهم. وايضا عندك اذا تريد تشتري تقول له حسنا، يقول لك فاكهة عشوائية تقول له اوكي، انه بتقول له شواء ايضا، هاي ترجمتها. وشباب هذا بالعالم الاول فقط، الترجمة تشتغل عندكم بالعالم الثالث والثاني، بس مو نفس العالم الاول، ممكن تلاحظ بعض الاخطاء. اذا لاحظتوها فواصلوني على اليوزرات اللي خليتها لكم ابو اول شي. ونفس ما قلت لكم شباب، انه السكريبت يشتغل بدون اي لاج، تمام. واكو حاجة ثانية اللي هو ما اكو لاج، اذا واجهك لاج بالسكريبت اول ما تشغله صار عندك لاج، فواصلني اهمين اقدر احل لكم هذه المشكلة. وايضا يا شباب تقدروا تشغلون سكريبتات ثانية، ساعة شغل سكريبت ما تغدز حتى ما تكون اي مشاكل. تلاحظون انه يشتغل بدون اي مشاكل وهي السكربتات الثانية.
يعني ما يصير تضارب، قصدي هذا اللي أريد أوضحه. بعد شنو عندنا أيضا؟ ترجمة مادة التفعيل القتال، تمام. أيضا عندك المهمات، وإن شاء الله قريبا حتكمل باقي الترجمة، وأيضا أترجم المهام إذا تريدون. هو حيكون شوية موضوع صعب، بس إن شاء الله بترجمه، وحترجم أيضا العناصر إذا تريدون يا شباب. اكتبوا لي والله بالتعليقات، لأن والله واهس ما عندي بالمختصر. إذا تريدون أشتغل عليه وأرتبه للسكريبت، أضيف له بعض شغلات أكثر، بس ادعموني من خلال اللايك، بس هذا اللي أريده من عندكم، ونشوف الموضوع يستاهل. وبس يا شباب، لهنا وصلنا نهاية الحلقة، واعذرونا على السحبة اللي صارت هاي الفترة. يعني والله كنت شوي مشغول وحالة حالة، خليني ساكت ما أحكي بعض المعاناة اللي أواجهها. يلا الحمد لله على فكرة. شباب رابط السكريبت بالوصف، تمام، وأيضا قناتي بالتليجرام والديسكورد، ورابط تحميل الهاك إذا ما عرفتي تحمله من خلال الرابط، هخلي لك بالوصف فيديو يشرح طريقة التحميل، تمام يا شباب. وبس لهنا ولا ننهي الفيديو، لا تنسوا تصلوا على نبينا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام، ومع السلامة، سيو يا شباب.